احنا كاتحاد وطني كردستاني لطالما اعتقدنا انه الحوار والتوافق هو الحل الوحيد للخروج من الازمات اللي يعاني منها البلد بالوقت الحالي. ومرشح حزبنا معروف لحد الان ولحد اللحظه الانيه، مرشح الحزب هو الدكتور برهم احمد صالح، ولحد اللحظه الانيه هو مرشحنا، ما عندنا مرشح غيره. ما راح تتراجعون عنه؟ الموضوع مو موضوع تراجع، يعني انت تتحدثين عن توافق هسه تقولين لا احنا ندعو للتوافق. توافق توافق ليس بنكهه هذا وذاك ولا بلي الاذرع. يعني بس انتم يعني الكل يتحدث انه كسر العظم ويا الديمقراطيه الكردستانيه قد يؤدي الى مشاكل في داخل الاقليم. لا مو يعني الموضوع مو كسر العظم، لا بالعكس، احنا مثلا ويا الاتحاد الوطني الكردستاني ويا الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني ما زاحمناهم ولا عقدنا الموقف وياهم نهائيا على رئاسه اقليم كردستان، يعني ابدا ما قلنا لهم انه هذا مو حق، اذا كان حق دستوري او حق عرفي، يعني اختاروا شخصيه معينه لان يكون رئيس اقليم كردستان واحنا وافقناهم عليها، اختاروا شخصيه لان يكون رئيس الوزراء في اقليم كردستان وايضا وافقناهم عليها، يعني ما زاحمناهم نهائيا على مرشحينهم. ان كان استحقاقنا دستوري او عرفي يعني هو بالعرف تقريبا، يعني احنا عندنا مرشحنا، يعني الموضوع مو موضوع المرشح. لا حضرتك ذكرت انه يمكن الاصوات تروح لغير مرشح، ترى الموضوع مو موضوع مرشح، يعني الموضوع موضوع رئاسة الجمهورية. يعني الحزب الديمقراطي، يعني الحمد لله احنا والحزب الديمقراطي الكردستاني اكو حوارات بيناتنا، اكو اتفاقات، اكو توافق، اكو تفاهم، بس مرشحنا يعني مرشحنا لرئاسة الجمهورية. معروف الدكتور برهم. نعم، ولكن المفروض هم هم يحترمون مرشحنا كما احنا احترمنا مرشحينهم. إيه بس لرئاسة الاقليم يوازنون بينكم وبين لا الموضوع مو موضوع المرشح، الموضوع انه يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني عين على رئاسة الجمهورية بصراحة مو على المرشح. من حقه تنافس انتخابي وتنافس خلص من حقه تنافس انتخابي، يعني كما ذكرت بالبداية انه هم يدخلون بمرشحهم لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية واحنا ندخل بمرشحنا.